هذا البيان لرئاسة الجمهورية حول المكالمة بين ماكرون وتبون في نقطتين مهمتين، يعني قضية الخطأ الجسيم اللي وصفوه كثير من الصحفيين أنه قضية التطابق في وجهة النظر في القضية الليبية ثم تداركوا الأمر ورجعوها توافق، والقضية الثانية هو ماذا يعني المصطلح اللي استعملته الرئاسة أنه كانت مكالمة في ود وصداقة وهدفها إعادة بعث التعاون وركزوا تعاون في جميع المجالات ونقلوها بالفرنسية وبالعربية. مرة أخرى بالنسبة للجماعة الحاكمة في الجزائر، رضا باريز وحكام الإليزي هو المطلب الأول والأخطر والأكبر والرضا الأعظم. إذا ما رضى الإليزي ومعه فرنسا الرسمية فإنهم يشعرون بالارتياح، إنهم يشعرون حتى بالنشوة، لأنهم يرون في أن العالم يبدأ في فرنسا وينتهي في فرنسا، وهم يتحدثون في الغالب اللغة الفرنسية فقط ولا يعرفون لغات العالم الأخرى خلينا من لغات البلاد. فبالنسبة إليهم الرضا الفرنسي مهم، وهم يعتقدون أن العالم ينظر لهم من خلال عيون فرنسية، فإذا كانت هذه العيون ضاحكة أو الشفاه مبتسمة فإنهم سيشعرون بأن العالم معهم جميعا، وليذهب الشعب إلى البحر وليذهب الحراك إلى المحيط إذا شاء. أما إذا كان هناك غضب أو انزعاج كما بدأ في البدايات الأولى فإنهم يشعرون بالاستياء الشديد، لكنهم ارتكبوا خطأ. يعني في هذه ربما في شيء صح، لأنه لو تقرأ مقالات أثناء الحراك في الواشنطن بوست، في مقالات حتى هنا في الجارديان والتي تتحدث عن أنه تبقى فرنسا هي المستشار الأول بالنسبة للأمريكان، بالنسبة لدول أوروبية أخرى لا يستطيعون التدخل في الساحل في قضايا تخص الشأن الجزائري أو تونسية أو المغربي حتى، إلا إذا أخذوا المشورة من فرنسا، ليس كذلك؟ لأن حكام هذه البلدان الثلاثة وخاصة حكام بلادنا الجزائر يعني وضعوا كل البيض في القفة الفرنسية، وهم يقولون عندما يذهب شنغريحة ويتكلم مع الروس، وهو بالمناسبة يعرف الروسية إلى حد ما، وكلمات اللي قالها هي 10 كلمات كان ممكن يقولها بأي لغة، عندما يتكلم معهم بالفرنسية فإنه يريد أن يقول لهم، فإن الروس ينظرون إليه، انظر إلى هذا المستعمر في ذهن لكولونيزي، يشوفوه مستعمر في ذهن بغض النظر، لأنهم يعني لو كلمهم مثلا بالعربية أو بالإنجليزية أو بالشاوية أو بالقبيلية يعتبرون، والروس عندهم في هذا المجال هم في الحقيقة في قضية اللغات جيدين جدا عموما من أيام الاتحاد السوفياتي، لكن عندما يتكلم كذلك، عندما يتكلم مثلا وأنت تتذكر الواقعة مدير العام للحماية المدنية مثلا بالفرنسية أمام سفير أمريكي ورد عليه السفير الأمريكي بالعربية، عندما يتكلم ويحيى وسلال في المرتين أعتقد عندما جاءهم أردوغان وتخاطبوه بالفرنسية، فكل خطابات المسؤولين الجزائريين تقول نحن ما زلنا تحت الحماية الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي بشكل غير مباشر. فإذا إذا أردتم أي شيء مروا عبر باريس، وباريس طبيعة الحال هذا بالنسبة إليها ينفخها أكثر، وهي تبرز دورها على أنها المؤثر الرئيسي والأول والأخير في سياسات البلاد. بكل أسف شفنا هذا أيضا عند قيس سعيد الذي استاء كثير التوانسة منه عندما تحدث بما تحدث منه، لأنه شعر أن استقباله في باريس وكأنه قد فتحت له أبواب الجنة 8. هذه مشكلة المغلوب والغالب، وأنت تعرف في هذا وابن خلدون وما تحدث فيه، لكن عندنا بالغوا فيها إلى درجة أن العالم الخارجي قال أوكي يريدون فرنسا خلينا نمر عبر فرنسا في كافة الأحوال. لكن فقط إشارة لأنك تفضلت أنت من أن ديرس مثلها مثل الأجهزة الأخرى الآن مفككة، دعني أذكرك بواقعة. عندما سقط توفيق في سبتمبر 2015 تماما للمرة الأخيرة، ذهب له أحد النواب من حزب جبلة ويعتبر من أنه على علاقة به، فمن بين ما أخرج من عنده كلام قال له أني لم أكن أعرف أن ابنة إسماعيل عماري تملك شركة لاستيراد الدواء ولديها
سيطرة وهيمنة جزئية على الدواء، وأني لم أكن أعرف ما يملكه إسماعيل عماري. كتوفيق وما أدراك في زمانه يعترف، إذا صدقنا قول هذا النائب، من أنه لم يكن يعرف ما يدور أو ما يملكه أو ما نهبه نائب إسماعيل العماري. بينما لعلك سمعت قصص أنهم كانوا يأتون إلى بيوت بعض المعارضين هنا في بريطانيا على الأقل ويسرقون الزبالة عزكم الله من أمام البيوت لعلهم يجدون فيها حرفا أو كلمة أو قطعة ورق. هذه المشكلة، المشكلة أنهم لا ينظرون إلى مصلحة الوطن ولا يدافعون عنها، بقدر ما أن المخابرات تحولت تماما إلى تابع لمصلحة النظام القائم في اللحظة، وعندما يسقط أصحاب اللحظة يبدأ أرباب جدد وتبدأ المخابرات عندهم وفي خدمتهم بدل من أن تكون في خدمة البلاد وفي خدمة المجتمع. طيب يعني هذا يضطرنا أنه نجيبه ضابط سابق في الدي ار اس حتى نسألوه على هذه الأمور، يعني في النهاية وعمل الدي ار اس تاريخ عمله خاصة التسعينات ووقت بوتفليقة، لأنه لازم يكون الطرف الآخر أيضا موجود. النقطة أيضا لأثارت انتباه الناس أستاذ محمد هي قضية هذاك الخطأ، خطأ كبير اعتبروه كثير من الصحفيين، أنه يكتب بيان رئاسة الجمهورية أنه هناك تطابق في وجهة النظر بين فرنسا والجزائر حول الملف الليبي، مع أنه في الحقيقة ما هوش موجود هذا، وإذا كان موجود توريطة أخرى يعني. بالضبط، ذاك السؤال هو نعم، إذا كان موجود فتلك مصيبة، وإن لم يكن موجود فالمصيبة أعظم، لأنهم قالوا تطابق. وحتى كلمة توافق في الحقيقة ليست بعيدة جدا على التطابق، لأن ماذا عن التوافق؟ معناها أن القضايا الكبرى متفق حولها. ماذا؟ هل أنت متفق؟ أنت إذا تعترف لنا الآن من أنك مو متفق مع الدور الفرنسي في ليبيا. لكن نذكرك أنا حتى يعني مقاطعة بسيطة، يعني هو تبون بالذات قال إنه الموقف الجزائري متطابق ليس مع فرنسا، متطابق مع الرؤية الإيطالية يعني، والرؤية الإيطالية راهم في خلاف كبير مع فرنسا يعني. هل هناك عدم فهم؟ هل هم مش فاهمين الوضع متاع الجزائر؟ أم يعني أنت دبلوماسي على الأقل تقدر تعطينا فكرة حول هذا الموضوع، لأنه ليس اعتباطيا أن تكتب هذه الجمل. هي صعلكة الدولة، لكلوشر ديزاستر تاع الدولة، أصبحت يعني ماهوش، ليس هناك يعني. لو ترجع للسبعينات الثمانينات الستينات حتى، كانت هناك مقاييس، كان هناك خطاب، كان هناك خطوط عريضة لا يخرج عليها أحد. هو يقول للإيطالي أنه متطابق معه، ويقول للفرنسي أنه متطابق معه، وهناك وزير إيطالي هاجم فرنسا هجوم شديد وقال لهم ليبيا لنا ليست لكم، ولن نسمح لكم بأن تسيطروا على ليبيا، لأن فرنسا تريد أن تسيطر على ليبيا طبعا دعم سعودي إماراتي وروسي، وحتى دخل فيها الأردنيين، هناك من يقول إسرائيل أيضا. إذا قلت أنك متطابق أو حتى متوافق، إذن أنت مع حفتر. إذن عندما نقول لكم وقلناها، أنا قلتها وقالها غيري، أنكم في الحقيقة تريدون عسكري يحكم طرابلس، فنحن لسنا مخطئين. سواء كان متوافقين أو متطابقين مع فرنسا، فلقد في الحقيقة ثبتوا ما كنا نقول، وهو أن النظام عندنا، الجماعة الحاكمة، هي مع ما تريده فرنسا. والواقع أن إذا أضفنا روسيا والإمارات والسعودية، وجدنا أن النظام الجزائري إذا ساوى شيء فهو لن يكون أكثر من تابع لهذا.